الإخوان الكرام، أنا بغيت نتقدم لكم بواحد الموضوع اللي هو كيشوب وشائب للغاية. من 2019 وأنا كنجري في هاد المسائل هذه دون جدوى. على حقاش تقدمت واحد التعرض للمصالح الجماعية في 18/4/2019 لواحد المحل مجاور بالجانب ديالي كيمارسوا فيه التحميص والغربلة ديال الفواكه الجافة. إلا كنقولوا التحميص والغربلة ديال الفواكه الجافة، فالتحميص كنعرفوا لو سيشارج اشنو كيعطينا، وإلا كنعرفوا الغربلة وكنعرفوا الغربلة اشنو كتعطينا، الغبار هو سميتو والدخان والروائح. الله يجازيكم بخير باش نكونوا واضحين، وهذا الشيء بغيت نوصلوا للرأي العام، لانني كل الشكايات ديالي وكل المعطيات ديالي اللي جريت بها وداك الشيء دون جدوى، ولاخر ما يكون وهو انني جوج مرات كندير الطلبات ديالي لمقابله السيد الوالي باش نحكي لي على هذه المسائل وعلى هذه الخروقات اللي كاينه. هي قانونيا خروقات، اذا كنقول لكم خروقات راه بالدليل القاطع اللي ما بغاتش تخاض بعين الاعتبار، وكان طالب فتح تحقيق في هذه المسائل هذه وفي هذه اللجان هذه اللي كتجي وكل شيء. هذا الشيء اللي داز لينا يعني بحال هاد الخروقات، هاد الخروقات اخويا كتجلى في الرخصه اولا وقبل كل شيء اللي تعطات من فوق التعرض بتاريخ 4/9/2019. يعني كان عندي التعرض في 18/4/2019 ومن بعدها في 4/9/2019 تعطات الرخصه. والبحث اللي درت انا في الرخصه والتتبع اللي درت فيها كنصيبه ما عندها محضر ديال اللجنه التقنيه، ما مسجلاش بكل وضوح، كنقول لكم ما مسجلاش، ما دخلاش السجل ديال الرخص. وتبعت فيها ودرت فيها شكايات للسيد الوالي، درت فيها شكايات للوزاره الداخليه، درت فيها كل المعطيات ديالي، درت فيها كل المحاولات ديالي، الا انني في 18/6/2021 كنت فاجئ بواحد القرار جاء اداري بانه راه جاء السحب والاغلاق. انا كنتبع في ديك السحب والاغلاق باش ناخذ المرجع ديالو ولا لونفوا ديالو سميتو الارسال ديالو، كنتبع فيه باش نشدو، فاذا به كنتفاجئ بواحد الموظف من الشرطه الاداريه كيقول لي هذاك الملف راه تسرق، هذاك الملف راه تسرق وراه كاينه شي ايادي خفيه اللي هزاته. وطلب مني امام السيد المدير ورئيس قسم المصلحه ديالو باش ندير ليه شكايه على اسمي انا ديال رفع الضرر. فكيف يعقل بان القرار ديال السحب والاغلاق كاين وهو كيطلب مني باش ندير ليه شكايه ديال رفع الضرر؟ وكيفاش هاد الثقه باش غندير ليه كيفاش دايره هاد الثقه باش غندير ليه انا هاد الشكايه اللي تيقول لك ملف تسرق وكاينه ايادي خفيه هزاته، باقا شي ثقه باش غندير ليه انا شي حاجه ولا نكتب ليه شي حاجه ونعطيها ليه؟ فكنتفاجئ بواحد الجواب على الشكايه، ما درتهاش. كان في نفيا قاطعا واللي كيقول لي درتها ولا شي حاجه يعطيني نسخه منها. استفسرتي عن الامر عند المصالح؟ استفسرت عن المصالح المختصه عند السيد رئيس الجماعه، مشيت عنده درت كل المحاولات، مشيت لمكتب تدبير الشكايات ما عندهمش. فإذا بي كنخرج للونتيت كنصيبها من الشرطة الإدارية هي منين خارج الجواب. إذا اللي جاوبني من الشرطة الإدارية. شكاية موقعة؟ الشكاية لا غير موقعة، ما درت لها شي توقيع. الجواب على الشكاية. الجواب موقع. موقع من طرف رئيس الجماعة الحضارية ومن طرف السيد رئيس سميتو الدائرة، رئيس الدائرة ديال الثانية. هذا هو اللي كاين وانا كنتبع في هذه المسائل هذه، فاذا به انا ولا عندي معمل تما، ولا عندي معمل بالجوار ديالي. منطقه بن كيران، حي الزيتون، حي الزيتون اقليم بني ملال. حنا في حي سكني ولينا حنا دابا في منطقه صناعيه، دابا راه ولاو دخلوا الات وداروا كل شيء، ولاو كيجيبوا السلعه بالرموكات باش ولاو كيجيبوا السلعه، وفي كل وقت جميع الاوقات بالليل بالنهار في جميع الاوقات خارقين القانون بكل الطرقات. وكاين الدليل. نعم،
كاين الدليل. هذا كيحترم المعايير ديال السلامه الصحيه؟ لا ابدا ابدا، بالعكس بالعكس بالعكس، راه كانت سبقت اللجنه ديال السلامه الصحيه دازت لعندهم تما وضبطات شي مسائل عندهم تما، والله اعلم اشنو المجرى ديالها، اشنو اتخذ فيها. نعم، شنو الاضرار اللي لحقاتكم جراء هذا المحل؟ انا التلوث اصاحبي، عندي وليدات صغار، عندي وليداتي صغار، الدار كتخنق ليا بالروائح وبالدخان وتتخنق ليا بالغبار، ملي كيسالوا الخدمه ديك النفايات ديالهم كامل اللي كيديروا كيسيقوها ويشطبوها ويجيبوها ليا قدام الدار ويخليوها ليا. هادو ضاربين على عرض الحائط كل القوانين وكل المعايير ديال الرخص، راه ما كاينش. إذا كان شي ترخيص قانوني وكاين المعايير القانونية ديال الرخص، راها حنا نشوفوها نتبعوها. نعم، أصابع الاتهام لمن كترمي بها؟ الأصابع ديال الاتهام كاين عناصر تما. كاين عناصر تما وخاصة العنصر الأخير اللي قال لي الملف تسرق، وراه كاين أيادي خفية اللي هزات الملف، اللي دات الملف ودير لي شكاية باش ندير لك وباش ندير لك وباش نرفع عليك الضرر وندير لك. أش من ضرر بغى يرفع عليا اللي تيقول لي ملف تسرق من إدارة؟ كيف يعقل أن غادي نتقبل أنا هاد العبارة هادي ديال تسرق؟ وراه درت فيها إجراءات، درت فيها إجراءات للمصالح المختصة. درت فيها شكاية وتقدمت بها للمصالح المختصة اللي تبت لي اللي تشوف لي. وراه أنا في التتبع ديال هاد المسائل وبغيت نشوف، أنا غير بغيت نعرف أنا غير أشنو هو الموقف ديال الإدارة من هاد الشيء كامل. اما الاختصاص ولا باش نتوجه توجيه اخر، راه انا كنطالب بفتح تحقيق في هذه المسائل هذه.